مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الكل متتبع قضية أكرم والكل يسأل. مشاهدينا الكرام، معلومات حصرية تلقيتها من عند أم أكرم ميلودا، صفتها لي في رسالة صوتية تتعلق بشكون هي الأم ديال أكرم. تبعوا معايا. السلام عليكم، وتنوجه هذا النداء للناس اللي تيعتقدوا بالله راه انا مجدوده وخويا مجدود. تقوا الله، راه حنا ما مجدودين ما والو. والناس اللي تيقولوا اكرم ماشي ولد ميلودا، راه ما يمكنش ميلودا دير هاد الحاله في راسها. شهر ديال المعاناه، ديال النعاس ما كاينش، لا ماكله لا شراب. واش ميلودا حمقى ماشي ولدها وعاد دار في راسها هاد الحاله؟ ميلودا عاقره، راه ميلودا تبارك الله راه والدها الاول والثاني واكرم هو الثالث. راه ما يمكنش ميلودا حمقى ولدها ماشي ولدها وعاد تقدر دير لها هاد الحاله هادي. راه ولات ميلودا دابا مريضه وعاد تقلب على ماشي ولدها وعاد تقلب عليه. واش غديروها بالامن ديالنا؟ راه ما يمكنش الامن ديالنا. تبارك الله، سنعطيه التحيه من هنايا والله يخليه لينا. راه ماشي سهل، ماشي الامن المغربي سهل. الامن تبارك الله راه مشاو للطبيب وعرفوا المعلومات ديالي وعرفوا الدوسي ديالي والشهر اللي ولدت فيه والعام اللي ولدت فيه اكرام، وخداو هاد المعلومات من السبيطار اللي ولدت فيه، وراه معروف هاد السبيطار، وعرفوا القابله اللي ولداتني وهضروا معاها. يعني المعلومات ديال السبيطار خداوهم الامن. وانا كنت حامله قدام والديا وقدام الجيران وقدام راجلي. راه ما يمكنش، راه حشومه هذا الشيء، لان انتم اخوتي المغاربه على راسي وعينيا. انا ما ننساش لكم هذا الجميل، وقفتوا معايا الله يكثر خيركم. ولكن القنوات اللي تيقولوا اللي تيخرجوا هذا الكذوب، راه حشومه عليهم. ما ميلودا ما يمكنش تدير في راسها هذه الحاله هذه على اكرم وهو ماشي ولدها. ما يمكنش. واش الامن ديالنا حنا ساهل؟ راه ماشي ساهل. في مراكش قالوا لي ميلودا دخلي تاخذي ولدك، كذلك هنا في قنيطره. يعني المغرب ديالنا تبارك الله الامن ديالنا راه ماشي سهل. راه ما يرحمونيش بعد انا الاولى، كون ما عرفوش ماشي ولدي، راه انا الاولى ما يرحمونيش ويشوفوني دايره هاد الضجه هادي وغادي يرحموني. راه عرفوا اكرم ولدي وعارف هو واخد اللي لنا واحد التحليله، يعني متاكدين اكرم راه ولدي هذا باش عطاو ليا. وانتم المغاربه على راسي وعينيا، انا تنقول لكم الصراحه، ما تنكذبش. والله شنو نقول لكم، الله يجازي كل من تعاون معايا في هذه المشكله. حتى لقيت اكرم يا ربي، والله يسمح لينا ويغفر لينا يا ربي. هذا الشيء اللي سنطلب انايا. اما اكرم راه ولدي، باش نصحح لكم هذه المعلومه هذه، اكرم ولد ميلودا. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، هذا هو التصريح ديال ام اكرم. وهنا تفتح لنا واحد الباب من الطبيعي جدا اننا نتكلموا فيه، وهذه نقاط مهمه. مشاهدينا الكرام، رجال الامن بالقنيطرة داروا مجهود كبير في الملف. في فيديوهات كاملة تكلمت فيهم كنت أتكلم عن الضابطة القضائية بالقنيطرة، لهم تكوين ما يكفي، مستوى عالي في الأبحاث، ليس بكلام فضفاض. مشاهدينا الكرام، إنني أعلم جيدا ما أقول، حفاظا على سرية البحث، بالدرجة أننا ما نخرجوش معلومات اللي نساعدوا أشخاص ولا ناس طلبهم العدالة. خصنا حنا نساعدوا الأمن بدون تأثير. هنا كانت واحد من بين النقط اللي صراحة كانت عندي غريبة، بقات كضرب لي في راسي مدة طويلة في اليامات اللي كنا تابعين القضية ديال أكرم. هو رجال الأمن ملي كتكون عندهم الأم ديال أكرم والأخ، تيقولوا لها هذاك راه ولدنا كاملين، هذه مسألة طبيعية، وحنا كلنا غنديروا جهدنا وكلشي مشوي على أكرم. والنقطة اللي فيها نوع من الحساسية هي اللي كتبقى عندي غريبة، كيقول لها تقريبا حنا تنقولوا بين 90-99% خديجة كاينة في المغرب. حنا كنقول غريبة السؤال هذا، يعني هذه المسألة هذه غريبة، ولكن ميمكنليناش نتكلموا في ذاك الوقت بزاف د الاعتبارات. من بعد شنو هو اللي غيعطيني الآن هذا الكلام صحيح؟ الضابطة القضائية لهم الذكاء ما يكفي. ملي كتقدم عندهم ميلودا والاب ديال اكرم والعائله ملي تقدموا بشكايه، من الطبيعي غيفتحوا التحقيق، ولكن كلشي غيدخل للبحث، لا الشاكي ولا مشتكى به، لانه الهدف الاسمى عند رجال الامن والتنسيق مع النيابه العامه هو الحقيقه. هذه مساله انهم الذكاء ديالهم مشاو حدوا السرعه. الخديجه في الاول، اول خطوات اللي داروا
اللي عرفوا عندها الفلوس مشاو حيزوا لها الفلوس. انا كيتطرح سؤال، هاد السيده اللي كانت عندها النيه ديالها انه تهاجر به ولا عن طريق دوك السماسره اللي كيقلبوا على شي ديال الحريق وامور اخرى حبسوا ليها الفلوس. هذه خطوه ذكيه، هو الذكاء ديال رجال الامن. مشاهدينا الكرام، خطوات اخرى داروا رجال الامن كما سمعتوا مع ميلودا. اسئله تطرح في الراي العام، الكل متتبع سواء قسم التواصل الاجهزه الامنيه، دخلوا في بحث حول شكون هو اكرم، كيفاش تزاد، فين ولدات امه، شكون اللي ولدها. يعني لما نقول رجال الامن هما جنود الخفاء، كان عمل عندهم عمل جبار في صمت، وهذا دليل قاطع. انا تنتكلم على نفسي الان، انه انطلاقا من الابحاث اللي داروا في المصحه اللي ولدت فيها ديال لا سينيسيس، وبحثوا مع جميع الاطراف والتاريخ والروجيستر وشكون ولدها مبدئيا ونسبه كبيره، انطلاقا من الثقه بحكم العمل ديالنا، كنشوفوا الابحاث كيفاش كتمشي عند رجال الامن. اكرم ولد ميلودا، الهدف اللي عندنا هو ما نزيدوش على شي حد في هذا الموضوع، هذه مساله ما فيهاش نقاش. في حاله اذا كان العكس، المديريه العامه للامن الوطني تخرج ببلاغ توضيحي وتنعاود نشروه. ولكن اعطيت هذا الكلام بناء على الابحاث اللي كانت كدير الضابطه القضائيه من جميع الجوانب، ما لا يعرفونه المغاربه على مجموعه من الاجهزه كانت خدامه في الملف، اللي كيصافوا للمدون، اللي مشاو لكاستيا خونا واحد تطوان بناء على معلومات، اللي مشاو للسلا وامور اخرى. فيما يخص السياره خديجه جوج بنات مشات كرات في سلا، هذه معلومات كنت عرفتها في الاول، ولكن من الصعب ان نتكلم لها حفاظا على سريه البحث. وملي غنشرو حنا راه جوج بنات كيقلبوا عليهم، راه جوج بنات صافي غادي يخبر لهم الاطعاء. هنا كنوليو حنا بحيلا زدنا عذبنا رجال الامن اللي تنوى الراي العام اكثر في الموضوع، مساعده رجال الامن ولا في اي ملف. للتذكير فقط غادي نذكر بواحد الملف كنا عشناه، وعشنا القضيه ديال سامحه اللي كانت مختفيه، وعدد كبير من المغاربه تبعوها معنا نواحي الصويره، وخلات علبه سوداء في انه عندها علاقه بشيخ ديال القبيله، وبدات الابحاث. وهنا كانت وصلتني واحد الرساله يعني من الناس، انه رجال الدرك كانوا كيتمناو انه ما نخرجوش بعض الاسرار في هذيك الظرفيه. علاش؟ لانهم غاديين في واحد الابحاث تقنيه ومستوى عالي مع الشيخ، طلبوا منه واحد المهله حفاظا على السريه، وباش هو ما يفطنش لهادشي اللي كيتقال انه يقلب على طرق اخرى ولا طرق اللي غتصعب عليهم البحث اكثر. وهادشي اللي درنا، اعتقد بانه في هذيك الظرفيه كنا ممكناش تكلمنا على الملف ديال سامحه مده شهر. في شهر كيجينا خبر من العائله انهم حاصروه بامور تقنيه، هو ما يسمى بالتموقع، لحظه وقوع الواقعه واللقاء بين الشيخ اللي كانت عنده علاقه مع سامحه الله يرحمها، انه طلب منها تجي لواحد القبيله نواحي مدينه الصويره، وتما حددوا لي التموقع الهاتف ديالو مع ديالها. كان هنا فين بدا كيتشدد عليه الخناق في البحث، ليعترف في الاخير وانتقلوا معاه، ها كيفاش هزيتها، ها قتلتها بندقيه، ها البير فاش درتها. مشاهدينا الكرام، هذه القصه كتعطينا درس على اساس اننا نتكلم في وقائع اوليه. خديتي الفلوس عند الناس، خديتي عند باك، ولكن بعض الامور التي تتعلق بسريه البحث تنتفادى وما امكن باش نساعدوا رجال الامن. لانه الى حللنا بعقلانيه، تصوروا معايا انه هاد الخطوات ما داروهاش رجال الامن والنيابه العامه في الاول ديال المال، وقدرت تحوز على المال، ما تلقاهاش كتطلب في الشارع، ما غاديش تلقاها كتسول بهذيك الطريقه، اكثر يكون عندها من اخر، وممكن تكون عندها اتصال مع الناس اللي غادي يجوا تحقق معاهم، تحقق هذا الهجره السريه مثلا، ونظرا انه تبلوكات ليه الفلوس ما قدراتش وبقات في المغرب، وهنا سهلت الماموريه وواكبنا مع المغاربه لهم الشكر الجزيل من اجل وصول الهدف اللي هو اكرم. هذا مجرد تحليل، ولكن القاعده اللي هي اسمى في الموضوع انه لنا الحق نتكلموا على المجهود الكبير اللي داروا ام قنيطره صراحه، وكذلك اللي خدوا محمل الجد بعد ما وصلتهم المعلومه
سواء لا اعتقد فرقه الصقور يعني اللي كيكونوا بالمطر، وكذلك المختصين عمداء والضباط اللي لهم تجربه ما يكفي ديال مراكش اللي وقفوا خديجه واكرم. هذا جانب. المساله اللي انطلقت بها في الاول انه الابحاث اللي دارت في الاول في حاله كون كان عنصر الشك وامور اخرى امن مراكش بقات عندك خديجه واكرم. الابحاث الاوليه فيما يسمى بمحضر ديال الانتقال والمعاينه والايقاف، هذه امور اوليه لان هادشي كله غيمشي للقضاء في الاخير، وغادي نجي ليه علاش. من بعد غتنتقل لقنيطره اللي مسؤول على الملف. من سابع المستحيلات انه ميلودا تاخذ اكرم كون كان ماشي ولدها، من سابع المستحيلات ولنا الثقه في الاجهزه الامنيه. يعني ملي سلموا الابن ديالها هذا دليل انه سلموا بناء على ابحاث مسبقه دارت انه ولدها. هذه الامور اللي كنحلوا بناء على المعلومات اللي عندنا، وشي كما كنقولوا شي بركه من التجربه اللي عشنا. كيبقى الجانب الثاني، هذه الاجراءات الاوليه اول مره ما عمري تكلمت في الاطار القانوني ديال مثل هذه الملفات. هذه الخطوات الاوليه اللي دارت الان، علاش محضر انتقال، محضر ايقاف، محضر معاينه؟ لانه هذا ملف جنائي. النيابه العامه كخاصيه في القانون اذا شكت اعتقلت، اذا شكت تابعت. هذه النيابه العامه، والنيابه العامه الضابط القضائي كتوصل اي المعلومه كتستشر مع النيابه العامه، النيابه العامه كتعطيهم القرار شنو يديروا شنو ما يديروش. لأن كاين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لأنه السيد الوكيل العام حتى هو يعتبر ضابط شرطة قضائية سامي، هو المسؤول على الأجهزة الأمنية سواء ولا الأمن ولا الدرك. مشاهدينا الكرام، هذه المسألة ديال الإيقاف والمعاينة هي كتكون في الملف. علاش؟ لأنه هذا الملف الجنائي الآن النيابة العامة، النيابة العامة اعتقلت، ممكن السيد الوكيل العام نظرا لخطورة الفعل الجرمي اعتقل، السيد قاضي التحقيق اطار استنطاق تفصيلي. هذه المراحل ديال التقاضي كلها في صالح المواطن المغربي. النيابه العامه اعتقلت وعطات القرار لسيد قاضي التحقيق او احالت الملف على سيد قاضي التحقيق واعتقل المعنيه، كيعطيها مهله في اطار استنطاق تفصيلي من الاول. ممكن في الملفات الجنائيه يكون تلسانه حتى تكمل الابحاث، كل ما له صله بهذا الملف. فيما بعد ملي كيسالي دور النيابه العامه في الاول في الابحاث، وسيد قاضي التحقيق كيدير تقرير كيقدمه للهيئه اللي غتاخذ الملف، ما يسمى بقضاء الموضوع. قضاء الموضوع او القضاء الجالس هو اللي غيصدر الحكم. فيما يخص الملفات الجنائيه كتكون حساسه بشكل كبير، علاش؟ نظرا للخطوره، نظرا للحجم والمده العقوبه، الخطوات الاولى غادي يكون عندهم دفاع، سواء لا دفاع ديال المشتكي، دفاع ديال عائلة أكرم، ولا ديال خديجة اللي هي متهمة في الموضوع. غادي يكون ما يسمى بالدفوعات الشكلية. شنو هما الدفوعات الشكلية؟ هو الدفاع يتقدم بعض الملاحظات ويطعن في بعض الخطوات الأولية اللي داروا رجال الأمن. علاش الضابطة القضائية كتكون دقيقة؟ انتقلت دارت محضر ديال الانتقال، المعاينة، الإيقاف باش تكون مضبوطة في القانون. فيما بعد هذه مرحلة ثالثة، دابا قلنا الضابطة القضائية، النيابة العامة، قلنا قضية التحقيق. في الملفات الجنائية جميع هذه المحاضر في الملفات الجنائية تعتبر على سبيل الاستئناس، مجرد معلومات. يعني السيد الرئيس اللي أو ما يسمى بالقضاء الجالس غادي يبدا ما يسمى بالمناقشة. شنو هي المناقشة؟ هو غيعاود معاها من الأول، عاود لينا، لأنه القضاء الجالس خصو يقتنع بناء على الأدلة والقناعة الشخصية ديال القاضي والضمير المهني، هذه كلشي المشرع اللي عاطي هاد الصلاحيات، سوف يقتنع بكل ما له صلة. في إطار المناقشة كتكون الدفاع، شكون هما الأطراف، شكون القصة من الأول. والنيابة العامة تيكون عندها حق المرافعة والدفاع عن الحق العام، لأنه فيما يخص قضية أكرم والنيابة العامة كاين تلاؤم وتناغم. أنت شكيتي والنيابة العامة معاك كتمثل الحق العام، كاين تلاؤم بينك وبين النيابة العامة. اللي كيكون خصم شريف كما كنقولوا هو الدفاع ديال خديجة. شنو غادي يثبت للقضاء علاش دارت هذه الأمور كاملة، وشكون اللي عنده صلة بهذا الملف؟ هذا فيما يخص الإطار القانوني. يعني هذه المراحل كلها اللي تكلمت عليها باش نوجه رسالة، أرجوكم نتكلم على اليوتيوبر، بعض الأحكام جائرة في الموضوع.
خال اكرم معتقل ميلودا كيصنطقوا فيها غدا الحبس، خديجه حامله 3 شهور صعب عمري سمعت هادشي وما كاينش. لما نقول في نقاش حاد ولا ساخن نحترم اراء الناس بطريقه لائقه بطريقه سلسه، والاكثر من ذلك كاين اللي كيوضع لي وجهي وانا كنتكلم على القصه ودير لي شي عنوان مغاير الحقيقه، وكاين اللي كيخاف تيقول في مغاربه نوصل الاداره لا يسينياليو عليه هذه امور اليوتيوب، كيشد لي الصوت كيردوا لي داك الصوت مزوب، يرد لي واحد الصوت هي صوت نسائيه امور اخرى، هذه راه ما كيبان لي شرح الواضحه من المفضيحات. ارجوكم النقاش يكون مستوى عالي، يعني نتمنى انه النقاش يكون اكاديمي، نحترم اليوتيوبر ولو من الحق، احنا ماشي نكره الخير. ممكن عن طريق اي يوتيوبر ذكر ولا انثى وضع الصوره ديال اكرم ممكن كان يطلقها، لانه الباب كان مفتوح. واذا تذكرنا هذا الراجل والحاجه الله يجازيهم بخير اللي لقاو اكرم، شنو كان قال؟ داز في راديو معروف مع اعلامي مرموق الله يوفقوني خليل نزار، قال بانه كطرح ليه سؤال، نزار قال لي وكيفاش انت عرفتي القصه؟ قال لي متبعها في قناه مغارب نيوز اللهم بارك، قال لي في واحد الفيديو اللي شفت الجده ديال اكرم كتبكي لي زاد ألمني. يعني الا جينا نحسبوا عدد الفيديوهات في كل فيديو كنوضعوه كنقدر نقول هذا هو الفيديو اللي غيشوفوا شي مواطن وساعدنا نلقاو اكرم. لا يهمني الوسائل وتهمني الغايه، هو العثور على اكرم ونطلقوا الامور ذوي الاختصاص، ما نطاولوش على رجال الامن. ملي كنت نقول لهم جهود عارف بانهم جنود الخفاء، ولما لا؟ حيت هما ما كيتكلموش ما كيهضروش، نعلموا جيدا القانون كيدير، كندورونا ان نوصلوا هذا الصوت. اللي ضربوا تمار اللي مشاو القنيطره وقبل وفي ما سمعوا شي معلي، هما كاينه بريكاد كتخرج الشمس وتمار اي خدمتهم اللهم لك، ولكن روح المواطنه. وكذلك مسؤولين في الملف الكل يسال اين وصلت الابحاث، كان ضغط قوي. علاش؟ لانه هذه القصه قصه راي العام فيها افاده لنا كاملين. اي مغربي عنده طفل يرد لي البال، اي شخص غياخذ شي وليد بدون اطار قانوني ولا يتبنى ولا ياخذ يربي شي وليد يعرف بانه كاينه المساءله القانونيه اذا لم تحترم الشروط والضوابط القانونيه في الموضوع. وهذا اللي ما هذه هو الافاده. انا ما تيهمنيش الغوز ولا القداوي، معلومات كثيره كانت عندنا لا داعي. من بينهم وحده اللي كانت ارتبطت بيا الاتصال وقالت لي انا اكرم وقدامي كنشوف فيه وخديجه وهي كلام فضفاض، الله اعلم من رجال الامن، ودرت الاجراءات القانونيه في الموضوع. عندنا هدف واحد هو نلقاو اكرم. الضابطه القضائيه ما نقولوش سالات، لان لا نعلم حيثيه القضيه، هل هناك اطراف، هل هناك معطيات، ولكن بعد ايام غادي نقولوا الراي العام الحقيقه. سؤال واحد محير، اعطتنا ميلودا ادله قاطعه والضابطه القضائيه ولها مجهود ولها الشكر، دارت مجهود كبير بحثت بدقه، لانه كنت بت بانه ماشي اكرم والميلودا هذا موضوع ثاني ومساءله اخرى وامور اخرى، حنا نجتهد فقط وفق القانون، ولكن ما نزيدوش على ميلودا راه ولدها مبدئيا ولا الثقه. انا ملي سمعت الضابطه القضائيه سال الكلام، الضابطه القضائيه ما كانتش جالسه، كانت كتبحث بشتى الطرق كل من له صله. اي واحد سولاته الموب اللي كانت ساكنه فيه ميلودا، دي امور غتسمع هذه المعلومه، حتى هما كان عيطت لهم استفسرات وسولات معاهم ولها الحق، وحنا بابنا مفتوح. كان ممكن ما كتبش، كان ممكن الضابطه القضائيه الا عندها شي معلومه يكتربطوا بيا الاتصال ويسولوني ونساعدهم. شنو الهدف ديالي انا؟ اكرم مشي عند والديه لانه اساس الامن واساس الديمقراطيه في البلاد واساس الاستقرار اللي كنتمناو يكون عندنا كلنا كشعب مغربي اصيل، انه تكون عندنا المساعده. هناك جرم، هناك اطراف، هناك وقائع. يبقى الجانب الاخير اللي غنختم فيه هو اللغز المحير حول العلاقه بين ميلودا وخديجه. بعد ايام او شهور لا نعلم الحدود الساعه ممكن توصلنا اي جديد. ما اعد به المغاربه اننا على تتبع القضيه، وسوف نوافيكم دائما بجديد حول حيثيه القضيه. ارجوكم فيما يخص البعض الله يجازيكم بخير، هذا طلب وليس امر، تكيسوا في بعض العناوين اللي كتمس، لانه كيفما كان الحال ميلودا اختنا كاملين، ما نتزايدوش عليها في ولدها. الخال اللي هو خو ميلودا رجل تعليم دار مجهود معنا في الاول صراحه ساعدنا،
بين قوسين لا أتكلم على يوم العثور على أكرم، هذاك موضوع النقاش تكلمنا فيه، ولكن عنوان لو تأثيرات عليه، وتتمنى أنه حتى العائلة بهذه الرسالة توضح الأمور وما تلجأش أن القضاء أنه يدعي البعض اللي كيبقى له هذا الحق، وكنتمنى ما يوقعش، لأن أنا الأول غنمشي نطلبها نقول لها الله يجزك بخير من الحق. أنا ما نحملش شي واحد يدعي شي حد على بعض الأمور، ولكن نصيغ الأمور نحلل بطريقة راقية بطريقة أكاديمية ممكن، ولكن في عناوين تسيء الميلودة. لما كنت هذا الموضوع راه ما كيساليش، لما كنت أبحث في الموضوع كل فيديو درته كنعرف أسبابه، كان البعض كيفاش دريات الكرايات تما نجبنا شاب بدل سمعنا تبارك الله هي خدامة ومن الخميسات وهذا لهم استقرار، ما علاقة ميلودة على هذا الشيء؟ كيفاش راجلها ما عارفش بينا بأنه هذا ميلودة ها كيفاش كتعيش هدرهم بنت عائلة محافظة شتو جداش؟ كنحاول نصيغ الأمور. كانت الخطوات الأولى واش ولد ميلودة جبناها السيدة اللي ولدتها، هذه الخطوات أنا أنقل الخبر وأنقل الوقائع الأولية، ولكن تبقى الأبحاث لها إطار ثاني، هو الوقائع فيها الخلاصة، فيها التقرير النهائي، فيها استشارة مع النيابة العامة، والنيابة العامة ملي كتكون الخلاصة هي اللي كتحدد فصول المتابعة، هي اللي كتتابع، والمشرع اللي أعطى هذا الحق كما قلت في السابق إذا شكت اعتقلت، إذا شكت تابعت. السيد قاضي التحقيق إذا استنطق تفصيلك المشرع أعطى صلاحيات ممكن يتابع في حالة صراح، ممكن يعتقل وكيسالك يوضع التقرير ديالو. كيتحل من في القضاء الجالس، القضاء الجالس كيبني على التقرير على النيابة العامة الضابطة القضائية، الكل مجرد معلومات، هذا هو محاضر الضابطة القضائية فيما يخص الملفات الجنائية. ويبقى القضاء الجالس في الأخير هو صاحب القرار، من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام حتى لا أطيل عليكم، الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الملف من أجل الوصول للهدف اللي هو أكرم بين عند والديه، ونتمنى أن أكون موفقا لتبيان الحقيقة حول السؤال موضوع النقاش، ما علاقة خديجة ميلودة وعلاش خديجة دارت هادشي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.